اهلا بحضراتكم من جديد. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن استعدادة النادي الاهلي لمباراه بلاتينيوم باذن الله يوم السبت الجاي ان شاء الله، واتكلمنا في تفاصيل كثيره جدا خاصه ببعثه النادي الاهلي. في تفاصيل اكتر هنتكلم فيها او نعرفها بشكل اوضح من زميلنا العزيز مراسل قناه الاهلي ومرافق للبعثه هناك في زيمبابوي، زميلنا العزيز فاروق صلاح. يا فاروق اتفضل قول لنا كل الجديد عندك ايه، طمنا. تحياتي ليك يا امير ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان ومتابعي برنامج الكلام في الميديا من هنا من دوله زيمبابوي بالتحديد العاصمه هراري ومن مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي. استعدادات النادي الاهلي للملاقات فريق بلاتينيوم في المرحله الرابعه لدوري المجموعات الافريقيه، بطوله الغائبه عن النادي الاهلي اللي اتمنى بمشيئه الله انها تعود هذا العام ونتوج بالبطوله. خليني اقول لك يا امير كواليس رحله النادي الاهلي لزيمبابوي، الفريق تواجد في المطار في تمام الساعه 12 مع منتصف الليل، استقلت الطائرة في تمام الساعة 2:30، توجه الفريق إلى أديس أبابا في تمام الساعة 7، بقاء لمدة ساعتين للترانزيت ثم استقلال الطائرة الأخرى والتوجه إلى العاصمة هراري والوصول لمطار روبرتو موجابي. كان في استقبال بعثة فريق النادي الأهلي لمعالي السفير محمد فهمي سفير جمهورية مصر العربية بدولة زيمبابوي اللي حرص على التواجد وإنهاء كافة الإجراءات لفريق النادي الأهلي ومسؤولي بعثة النادي الأهلي، ويعني في أحاديث ما بينه وما بين المهندس إبراهيم القفراوي رئيس بعثة النادي الاهلي حرص على يعني انهاء كافه الاجراءات. الاحاديث الجانبيه مع لاعبي النادي الاهلي يعني من الامور المهمه اللي معالي السفير محمد فهمي كان يعني في احاديث جانبيه مع لاعبي النادي الاهلي الحث على يعني الفوز والاحراز الثلاث نقاط والتتويج بالبطوله الافريقيه. ايضا المتواجدين سواء في مطار القاهره مطار اديس ابابا، المتواجدين ايضا في مطار روبرت موجابي بهراري حرصوا على التقاط الصور التذكاريه مع لاعبي النادي الاهلي، حاله من البهجه حاله من الثقة عند لاعب النادي الأهلي من أجل إن شاء الله الفوز وإحراز ثلاثة نقاط مستحقة، إن شاء الله تكون ثلاثة نقاط مستحقة للنادي الأهلي في مشواره في دوري أبطال إفريقيا هذا العام. مستر ريني فايلر أيضا وأحاديثه الجانبية مع أفراد الجهاز الفني مستر توماس ديفيد مستر مايكل يانكو مدرب حراس المرمى. طبعا زي ما حضرتك عارف يا أمير إن المستر ريني فايلر كان أعلن القائمة اللي سافرت معاه لهذا اللقاء وضمت محمد الشناوي شريف اكرامي وعلي لطفي لحراسه المرمى، رامي ربيعه ومحمود متولي وياسر ابراهيم، محمد هاني، احمد فتحي، علي معلول لخط الدفاع، خط الوسط اليو ديانج وعمرو السليه، احمد الشيخ، جيرالدو داكوستا، وليد سليمان، محمد مجدي قفشه، والثلاثي الهجومي مروان محسن، وليد ازارو، حمود عبد المنعم كهربا. ان شاء الله يا امير فريق النادي الاهلي بيتوجه في هذه الاثناء لاداء المران في اول ايام هذا قامت بعثه النادي الاهلي. المران ان شاء الله هيكون على ملعب الاستاد الوطني لزيمبابوي بالعاصمه هراري. حاله من الاستعداد حاله من الجديه موجوده عند لاعبي النادي الاهلي، كل التصميم كل التركيز من لاعبي النادي الاهلي من اجل احراز ثلاث نقاط. إن شاء الله يا أمير هنتابعك بكل الكواليس كل تفاصيل إقامة بعثة النادي الأهلي في هذا اللقاء، وبمشيئة الله بالتوفيق للنادي الأهلي. تفضل يا أمير إليك الكلمة مرة أخرى. بشكرك فاروق شكرا جزيلا. زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي والمرافق لبعثة الفريق هناك في زيمبابوي.